بس اكو موقف انت وصدام حسين في ندوة الانتاجية، ايه لما وزير التعليم العالي ذكر لنزار الشاوي، قال له انا هذا الرجل اعرفه، وش قال له بعد؟ بس انت اللي تودينا على هاي، خلينا هاي الخاتمة. لا انا مشوف هي مو اوراق مطويه. انا كنت عاد ورقه الانتاجيه وكان يحضرها غانم عبد الجليل وزير التعليم العالي، وناجي عبد القادر كان رئيس المؤسسه. فانا دا اتكلم شفت ما منتبهين لكلامي، وقاعد بجنبي رئيس المؤسسه، فردت أخذهم شوية، قلت لهم هذه الندوة لا مبرر لها. فطبعاً ندوة يديرها صدام حسين وأنا أقول لا مبرر لها، انتبهوا ذاك الانتباه، بعد خلص عفوا الكلام بيناتهم انتبهوا. هاي أظن بالـ76 تقريباً، 75 76 ندوات الإنتاجية. أي بهالأثناء طبعا اتكلمت كلام قوي جدا، دخل صدام حسين. ما كان موجود هو؟ ما كان موجود، دخل في قاعة الخلد، كان دخل ركضوا الجماعة استقبلوا بنص القاعة ودخل بشكل مفاجئ. فالقاعة ضجت من الموظفين، يعني ضجت، قالوا عيد الحكي للسيد النائب. بس الحكي يعني تدري يعني كنت منتقد وكذا، بس خلاص ضجت القاعة. قلت له أنا تكلمت كلام بغيابك والأمانة تقتضي أنا أعيده قدامك، حتى قدامه قلت هذه الندوة لا مبرر لها، لأنه حضرتك قبل 9 أشهر عقدت لنا ندوة وحددت المشاكل وأنك ستحل المشاكل، وصار 9 أشهر ما حليتوا أي مشكلة. فهو امتعض من الحشي. امتعض؟ إيه، قال لي دكتور جنابك تثبت عين نقاط. فحاولت ألطف الأجواء بيها، بس يمي رئيس المؤسسة ارتجفت إيده، ارتجفت كان الأوراق بيده، وقعت الأوراق على الأرض. يعني هو من يما رئيس المؤسسة ارتبك يعني. نظرته كانت حادة جدا علينا بزعل وكذا، فارتجفت ووقعت الأوراق. فقال له سيدي معذرة عن الارتباك. ضحك، من ضحك هدأت الأمور شوية. فاستمر بالحديث نص ساعة أنا وياه نقاش. قلت له الباحث العلمي مثل يعني إذا ما ينام ويحلم بالبحث العلمي مالته ما يقدر يبدع في البحث العلمي، وحتى يحلم بالبحث العلمي يجب أن يكون عند الحد الأدنى من مستوى المعيشة والراحة. الآن الباحث العلمي حاير شلون يوكل ابنه، شلون يشرب حليب، وشلون يوديه المدرسة، وشلون يجيبه. كثير الرواتب كانت قليلة جدا. وقلت له القائد الحقيقي هو اللي ينطي الناس حقها قبل أن الطالب بي. أنتوا كدولة يتخرجون 3 من نفس الجامعة، واحد يروح بالطاقة الذرية ياخذ 200 دينار، واحد يروح بالجامعة ياخذ 100 150، بالبحث العلمي ياخذ 100، فماكو عدالة. وهم كلهم بنفس المستوى يعني، هم متخرجين من نفس الجامعة. فقلت له هذا أبو البحث العلمي يظل يشكى، فحتى تنهي التشكي أعطيه حقه قبل أن تبدأ مرحلة التشكي. ولذلك يجب أن يصدر قانون ينصف هؤلاء الناس. بقيتها قال سيصدر قانون البحث العلمي في 1/1 كذا، حدد الموعد ماله اللي بعد سنة. صار تصفيق بالقاعة كذا، انتهى المؤتمر.
بس الأجواء قلت لك يعني هو يعني ما عندي علاقة شخصية به واضح، ولكن أكو مواقف يتذكرها. بعدين احنا من كنا بالضراب الجامعة، أنا كنت في كلية الزراعة وكان في كلية الحقوق، فيعني أكيد أكو اسم يسمع، بس علاقة شخصية ما كانت موجودة.